دوباره صرفین نه جو خوشت ویم بر دوامی لسر تور دانستاندن درباره اسلام سیاسی و پاشان دهین سر تور گرنگ کو اسلام سیاسی له هر مقولسان عقل کردی و اسلام سیاسی کو اف دانستاندن یا بر دوامت نه بر هر یک جه برزان ما مستادین در نجمان بس پور و شارزاد بواره روش میریا اسلامی دو و برای صبر سیدوانی دانه پرتوکا عقل کردی رخنایا عقل پراکتیک و نویسر دوباره خیرات ما متسر چوا بوچی لان اسلام و سیاسی دوین بین سر ده سالاته و بسیارن سیدوی صبری بو و اگر حتن سر ده سالاته یعنی اوانا دیدن چه جوره شریعته که بکار بین لهر وراتا کی دیل گوره دستوری وی وراتا حکم رانیه کن آنده هول دن گورن دستوری دبکن وکی نوکل ترکیا چهد بیتن بله من هر درای خوب بجم برم بری دیدنا من یعنی دیدنا من حزب سیاسی اسلامی بیت سیاست و دعویل دفق خود جدا بکنه و کنن دو وظیفه جد جدا بکنه یعنی حزب اسلامی بیت کاریوان سیاست بته نکو دعوا بته و تربیت بته بس نکه یا من هم اقتراحات کنم کو پیش نیار و یه بیاجه حتی کنگره گرتوی بحث قوت هات بیاکرن کو حزب تنه سیاسی بته و دی مجال دعوی تربیت و تدینه دین چون کو دین خلقیه و یه دی عامته ولا یعنی ام بیشتر خراب سیفیل مزگفتن ملانا حکم کلیانا مدرسانا او پر رابن لی حزب کاری سیاسی بده چونکو ایک خل ابدی کوهی حزب اسلامی بارا بتر اندجرا ترکیز سر خواه سیاسی نه لی ترکیز سر جانب تربوی دعوید کن سیاست ده گلک شارا زنین شارا زیت دنی نه فشکلاتا درست بنا ایک بوچی یعنی حزب بوچی حزب اسلامی دینا ده سلاته وکوام حزب دی یعنی وکارت شاکی وکارت حزب هم منافی بده حزب معنا ما في هاي بود ما في هاي بشتى دسلاطة اف ما في هاي بشتى دسلاطة بو چونكو برنامج جو قوي اف برنامج جابت بتا پيرو كرن بريكو دسلاطة يكا دسلاطة نبتن نايتا پيرو كرن بجوها كا ام بحثي مانا ما هر حزبه كي برنامج جو قوي انتخاب يهي دفيد برنامج پيرو كتا الفيري بتا المصري بتا الاندونيسيا بتا هر برنامج جو قوي بتا ما كا بيم چدفت بتا مساكين برنامج جو حزبه يعني نكو برنامج كي برنامجي يعني دستور وراتي الحكم الرانية كانت دستور بيقومان يعني حزبك تو هكا بي تحولات يساوي قانوني يتندرست هبتا بتو رزل بي دستوري كري يعني أدبج عدالة تنمية تركي بيت رزل بي دستوري كري بس يحاول داد بوهريت نا يتقورت بريك الدستوري حقيقية ما فيه وقت تدد بيوك تو بكي وش برلماني تو بكي جمهوري نغورينا دستوري يو قوانينا غورينا سيستمي سياسي الرئاسي ديتا غورين دبتا شنوی بس وقت تتا گوریم چرا که تتا گوریم خوان قیلا باقا از که ایزر کلی و اندشتا پرلمانی رو لیلی تتا گوریم نه و دو دوره یه محالت خود که تحولت خود نه تتا گوریم مادم ریز الالیت ام بجین یکو مجتمع سر رکب که ریز البلان یتا گوریم مافیوی حقیویت بتا بیاوی دیکرن بتا گوریم بس پرکت خواه و ام مافی نه دینه که پرکت نه سیویل و پرکت نه یاساوی دستوری بتا گوریم ام نرگل بچنده نه داده بیم. یادی تو دی بیجی، ام بیجی دی چه یه پیرو که مثلا چی هست دی؟ یه تو دی وقتی دی از وقتی تیم و از بیجی ما صبحی حزب که اسلام هاته ما کردستانی من حکم کردستانی کرد. ای حکم کردستانی دستور قانونی نه بلی یاسایت قایت هن محاکمت قایت هن حتی ویل حزه توی بحث وان لعنت کی آورد کو ام بیجی نیت میان رب کاک صبری بشه وکی تعریف کرد. او بحث اسوان او بيجم او يقول بس اخر تشند احزاب اسلاميه راديكال وخدام اخر نين ميليشيات اخر نا. يعني كان بشكل بحث وانا اجيب كبما او جيب حماس سيستم طرازينا اسنا القولان يعني بلا بلا اسنا القولان بس بسيار او او جيدي وكيت ميان راو كان اس بشتفاني هیچ حزب که اسلامی و غیر اسلامی نگو پناه ببته بو قوته آن قرخ کرنه ده سلاته آن سپان دنا بیرو بوچونه تقوه جواگی کو ریگا کار دموکراتی مدنی و سیویل تدار تو نوکم رو وگه مستقلی تو پشتوانی هیچ لعنگی سیاسی نکنی نس کلار نه اسلامی مشغول پینه بس امی پسیارت کن اسلام خودی میلیشیات و اوید پنایت بنا و عدو لهم ما استطعتو من قوه او جیک وکی لعنگی میان رو تفکیرت کن یا نوانا شوازه کنی خیر مانه هکه اسلامیش نباید افتشته با وکو میان رو تفکیر نکرد ند با مروفک دیموکراتی ببرالی چونکو تبحث سالت 56 کرندی هزت هندی هزت ام بجین مارکسی لواندرا او چپ همین پرکت انقلاباتن عسکری و خاصه پانده سر خلکی اکشوان بحث بین و صدام حسین میلیه یعنی او سکولار و علمانی جیبیه لی
امي بحث شتينا امي بحث جواك كتكينا كو ديمقراطيه امي بحث جواك كتكينا كو هزن سياسي وجواك السر هند بنما ركفتنا دستوري 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 خويا اليات دغرتنا د صلات خوجي برك دستوري د سنشان كرين تاتي ام فيجن هر حزب كوبيد بترزغرد نيرفون اليات كو ام ركفتن سر دترز بغرك اسلامي بتان غير اسلامي بتا هر اسلامي كي بيو كي ريزولفون شناكت دولاو تريدا اف اليات هبن اف ميكانيزم هبن بو بو ممارسا ام فيجن كار سياسي انجي بو گشنا د صلات از بگنین خدمت نلگرم ابدیه لی ام بیجین شریعه اف هز اس هز کو اسلامی وقتی تم مشریعت های مت دینی های بس دل گوتی او دین جی وقتی ما رکفتنا کیا کو ال تیر تش بدت قانون بده چرا ما بده چتا پرلمانی پرلمان ویتش تی پسند کت برکت قوت یوسری وقتی بیا پسند دی اف پسند کی اکثریت تریا خلقی مثلا دنگی خوب دای حقیقه بس امی خالکم گرینگ بیه سیدا جی بحث کریه بس اقلیت آکر اقلیت ام بیجین یه دینی که مات یه دینی دینی ما بساطه دینی نه نه دین از بحثه ما بساطه یعنی بله بله. دین سماوی یا هم هر همه چه دینه بتا مشول بین دین آسمانی بتا انجی دینه که وضعی بتا انجی وثنی بتا از بحثه مثلا دویر درکم بری کریستیانیت هاین بری ازدیت هاین بری مثلا جوی هبینا و حتی مال بفکی جهاب نه بس تعامل اسلام قال همی ادیان و کی دینه اهل کتاب دی جزیه جو گی بس اگه دینه اهل کتاب وقتی تو تی وقتی تو تی مفهوم یعنی دولت اسلام بس کی تو بجی پم ما بیت این پادشاه تعامل گلوان کری اسلام می تعامل گلوان کری و تعامل و غد تعداد جلوات کرن دی و کو دین و کو نصوص نکر عدالت گل پکینو لا إكراه في الدين وحق الديوان وكي خوب جين وكي أودي خوب جين بل حاكم ولا كانتون من داخل دولة الإسلام دا ليه كتب بس دولة أم في وقت بيجين بس دولة نتوي يمكن نتوي أريمة تركمانين أريمة كل دو أشورنين أريمة عربنين بردا أم دو شو تعامل الجلبان أكينه تو دو شو سر در الجلبان كي كود دا وكي أم بيجين كل تركيا حتى نوف تركيا پروس کردن کردات دایی چون کنن و کنن توی قومیه. یه ریت دیگه شو به تعمیل که تاب کشه ده بنا کشه و دستور یا سب بین چهار سر کنم. دید نامن اسلامتی یا چهار سر کردی. هند اسلامی هستن بیشین و جه خود رسم نکرد وقتی سیاستی جی ظلمی جد کرد. اما خلاتی که امنال گلی نه لی وکودی چهار سر یا وان کشه. سید صبری خلاف الاسلامیه. بس بلا بلا پاشی تعقیب. خلاف الاسلامیه. ای خلافه. يعني بقريش عهد أموية بيتنيان عباسية بيتنيان دولة الأوية أيوبية بيتنيان صفاوية بيت حدود جهة الدولة العثمانية وحتى أنك الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمع يوحيد بدركي أم الدولة الإسلامية يا داعش ناك يعني نمونات شنك أو وش داعش دولة خلافة إسلامية بوش ناك يعني شيء شاذة يعني وش شاذة يعني بوش وقت 500 مليون عرب نبي شاذة تش مجبري بيش شاذة خلافة إسلامية وعلى الرشا وخدمة بيغمبري دينا يسار فجأة بوش بيش شاذة على كلين أبا همي تو تصنيف كده ضمن دولة يعني إسلام سياسي إسلام سياسي هم دولة إسلام بس سيدات شو قلت مثلا تركيا إيش نافكي هاتي يه قومتشي دولة تركا ألمانيا نافكي دولة ألمانا مثلا إنجلترا دولة إنجليزية يعني بوشي فرنسا دولة فرنسا يعني بوشي أذا نشوف في نزمان بوشي أو تهنا يعني خلافة إسلامي بخد دول نوع إسلامي سربيت أنت بيجي أشوف في نزمان على تعصب أو أذا يعني أنت ما أبو عقيدة كا أو دي أذا إكدو سيدو بسيرة شكل يعني أجر إسلام نشيت أنت عاملت قال يهودي مسيحي يزيدي صابئة وإلى آخره بكتن كاكي بكتن أي بون ما نمون تقالها كده زيق وبرشاف كده يعني سيدو أماجا بكري آخر تركا چت قومیت دینه هلا آخر عراق خوب خو چت کرده و ترکمان و آشوریا و هر قومیت قدینه هلا یعنی ابا ابا اون ابت علمانیه ابت سکولار یعنی حتی ام نوکه بحث اروپا ناکن خلال لبون پنجی سال دو ماهی دپشی شرط جهانی دویه ام دی بر خود اینه بری شرط جهانی دویه اروپا خو هیچ نه توقع دید نه دولت که دایا پاراستی نبوش تعدایی و دست درجی وانا يعني بو شيء مثلا بس بو اسلام سر تراوستن بيج مثلا ابا عنفه ان غدرك الالمانيه تلك نقطه نظامك وك تركيا ان صدام حسين كان المانيا نظام دكتاتورينا من المانيا المانيا تشتكى المانيا تشتكى والديمقراطيه تشتكى ما انا قلت نظام الديمقراطيه داعش قال داعش قال الدنيا حمل سر الدنيا بتبيش على بكره بس وكيلته وكيل سر محسوب دي اسلامك السياسي
اولی مگو اسلام سیاسی نه داعشه بج داعش اسلام سیاسیه ما او بس المانیت جیک نه بعثینه بس بعثی المانینه نه نه المانینه بلی المانینه المانیت یعنی مفهوم معاصر دولت المواطنه تو کنگی زمان صدام یه دولت المواطنه تابی بچکی ام یعنی واضح تر بکم تركيا ده كان يدور دولة ماركسية لماركسية ألمانية بينا سيد التي حصلت أز نبف مفهوم فلسفي ألمانية أز بحث مفهوم مواطنية معاصر دكم سيدا يدين دار نك مفهوم ألمانية معاصر تبو نمونا الأوروبا أف أوروبا تقدر كليت كي تبيجي دي, دي أو نشوف فينينا زكي قبلان ذيك بشت أوروبا بين صلاب تلاجي جنسية ورجعت شيء خرج شيء كذا بتشارك وزيري ولاتي أز بحث إنه كانوا كم أف ألمانية تانوك أز بحثت كم مشولة بينا هندك منافع ألمانية تشت كن سيدا جيت بيجت مشولة بينا داعش منافع إسلامي تشت كن إيماني تنال قال داعشي أجي نال قال صدامي ما أز نموذجي باشي ألمانية طرحت أمل قلتها أمل قلت تجي نموذجي باشي إسلامي طرحت كي برأيي من از ویگا ویجی که بیشتر متا اسلام سیاسی سلفی تند رو اصولی داعش آنتا یا میان رو بو دنیای بو جیانی یا میان رو باشه بس دلیل مبی و هندک تحدیات دیم برام بری وا از این فانت سوالاتات کم بس تو کتی اوم یعنی تو بیکن عادت دو یا میان رو جدی تروش که دو بیت تند رو زنی بو چی نه چنکی اگر مترسی که دست نه چنکی کر نایت آن چنکی نشید چنکی هندک تشتی هی گلک معقد آلوزه شتاقت آماده داره از بیت ویگا بسیاره کم ایک ده اسلام سياسي وقت التعامل تسر حكمه القلطا اكيد كذا تكون القايد دي السر شي اساسي طاكي قد ما انا متفق ان الشريعه جدر جدري وشريعته ما انا وزيده جدري اسلام سياسي دي بالشريعه دي التعامل القل مواطني كذا سر شي اساسي وك مؤمن ان وك بسلمان ان وك بروف قران اذا ست شتتين مصادر شريعيه اسلام سياسي افانا قران سنه يا قياس اجتهاد اجماع هل في اشكال ما تشبي برا اسلام سياسي بها قرآني ناكت بس قصلك بس قصلك بس بسيارك اشتاكم دو تمام كاي تو نوكا بحسي ويرد كاي كو دولتك اسلامي خلافك اسلامي دا صلاة طبيعي انتو بحسي ويرد كاي دولتك مدني كو اسلام سياسي براكو انتخابتو بيت السحكمي هنانت حزب اسلامي جي حزب اسلامي بس سيدا يقول تيون مونك بدا اينا مثلا او حزب اسلامي او تسعه صلاته او جيك دي بي دي بي دستور بي ولا تكتن او دستور اساس بنا معك دوران يعني تدجي شريعات يعني سنيه زيني وشي دي مخالف في خبت هكا دست ديغا دي اجرتو بونو مونا اجرتو هكا الكردستان هاتا سر حكمي سر جابا دي تشي شريعه حكمي في ملاتيكي شريعه اسلامي شريعة إسلامية قرآن السنة يا قياس اجتهاد إجماع أزي باش يمسربان أنت في شريعة دستوري كوهية دي حكميكي دادو كاشا بيدون يب دستوري تركي حكميكي بس واني هيا چل كردات كد مابو چيا نعبر نت دستوري دا عبر تطبيق دستوري دا آخر أصلا أو دستورة أتا تركي دانا القرأيوي دستوري نا يا هاتي قورين چل جا هاتي قورين أبا عرسا شي باشا في قاف ويا باشا ورجانا من تتتابع الكلام اولا دستوري دا لا كان عن بريل يا سيدا هل سيدا تشارجا هاتي غورين تعديل دستوري دا بس شعار يا تركيا حطونك الدستوري دا نهات يا غورين يعني ايك دوله ايك زمان ايك نتها او نهات غورين او نائل غورين بلين ديجي اسلام سياسي نشي شبكت اي دادو غاشا بيدان يور سيلف وحرسك نقطه شولت كتن ديجي كردا شل انجام شلات انجام ایران کردن چی بی تفکیک مجتمعی چی بی حرب اهلی چی بی بنیاد اقتصادی ها تعرفاندن کرد تپسر بین دیشا و پنابر زیده بین سمعت سیاسی های دولت تیک چو اول کنه نکه نه حزب آلمانی حکمیت کرد و نه حزب اشتراکی حزب اسلامیه دادو گاش پیدا نه آخر بعدی دادو گاش پیدا نه جهان بسته کرد تو خراب باشه او خرابن بس تد گفت از باش تربم تو درکتی خراب ترش وانه کج زیکی ام نکه دو تینا گن نکه اول سیجت کنه سیجت نکه صدام حسین دادو گاش پیدا نه گو خب دم دادو چه که حیواری آن آن جی سیجت ماخ انسان سیجت عقل وانه خلاص پی رو دکن چه واسه بتوانی بات کنی گاله مگوته تد ترکیه داد کردستان در تهد ولاته که دا مؤمنی هی بسلمانی هی مروری هی گو خلاص دیگه که قرآن وقتی مخاطبیت کرد بجت یا ایوه المؤمنون بحثا کهت کرد بحثا بسلمانات کهید باوری محمد تیغمبری هی نه بلی یا بدست تود بیشتر مؤمن یه هی مسیحی جی نه آن نسید خب دم از بحث قرآنی آن تود بیشتر هر بحث بسلمانه در اینا دیگه کجا تو از نشی مصاحی واری کردم قرآن ده اف قرآن بیشتر یا ایوه المؤمنون كتب عليكم الصيام يا ايها المؤمنون اوتوا الكتاب يا الذين امنوا اوتوا الكتاب يا الذين اوتوا الكتاب امنوا بما انزل من النبي يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ابا نبحس بسلمانات كت شكي فكرك نيا هي ناف اسلامي ده دنيا حمي بسلمانه حمي اجاني ابراهيم خليل بسلمان
بس مؤمن فرقا مؤمن أون أول سر رسالة محمدي أبي لازم أنفصل كن باشا ما بسلماني هاي ما مؤمني هاي ما مروفي هاي إجرتوا أن هر حزبك إسلامي تواتي سر حكمي يا أيها الذين آمنوا لازم خلك حمي باوري برسالة محمدي بينا يعني والله إشنيك أستطيع إشنيك أبقى حاسم أبقى فكرة معصرة لا يعني إشنيك أبقى حاسم كو أسم مؤمن أسنا بسلمان مش نكا هذا تو مؤمن وتو بسلماني بس حين بسلمان مؤمن فرقة هاي الغيرية حمي بسلمان نمؤمن محمد تيغمري تشكي فلايتين جهيتين أديان ديتين بس حمي مؤمن بسلمان بس حمي مروف نمؤمن وحمي مؤمن جي مروفن ها أفا جدرية كذبت أم لك أنت ده باشا ما بس هي قال كي تعامل قال يا أيها الذين آمنوا أن يا أيها الناس ساكي يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى نقوت يا أيها المؤمنون يعني هكذا إقرتو الصباحات سر حكمي دي بده صلاة أبو سلمان يجي فالله يجي إزدي يجي بيديني يجي لازم احترامها بيديني بقرت لازم احترامها بقرتي مشروب يجي فتخط لازم احترامها بقرتي خو بجن جلكيت كل الكتاب أخوة لازم احترامها يبيح إجاب جي بقرت بوشي يا أيها الناس إسلام سياسيش أزل ده حتى نكتو زاني شكرا وصة فكرة ديني نخو عنده إيك فكرة أخو عندي لازم مشتحمل دي شريعة إسلامية بيت شريعة إسلامية الدفوانة أويا حاكميتها إلهي براف التحديات انتو ناشي مجتمعة تقورين نقطة ديتر إسلام مسيحية جهياتي كفل أم متفق السربي 1400 صالة 2016 صالة و 3000 صالة قالوا بو بيش كتنا جياني أم باش باش كيف چل خوب قورن خوا كفن كن أن أموان دينا بينن أبديت بكن براف أبديت إجي قبيلنا كن بلكي إيكا وك سيدة دي قابت دفرة بدينان فكراوي ميان روا بس تمثيل اخو جهته كيت كيت تمثيل افان كميت مظنه تراجيديا وماساتك بسري ملت هاتي دردي اسلام سياسي تمثيل هناكي ابي ايك ابي دول زك زكي يا سي اسلام سياسي حميد سريك ها حميد سريك ش دستيك حتى نوكا هن جرعت نينا فصل دخل ما برا قران وسنه تذا ازبط النمونك ينم قران اذا بجد انك لعلى خلق عظيم أم حميد زان أبا بحسات يغنبري كنت خلقي عظيم شيئا بيجت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نللي بو للمؤمنين نللي المسلمين يعني بيغنبر نبو بسلمانا هاتا يبو فلي جهاتي يبو بديني جهاتي يبو كافرياتي يبو بسلماني بو حما يا ديتر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة باش عمل قلبان تشتانا بس عيني دمي دا عندك تشتيدي هاي بيجت الجنة تحت ظلال السيوف ولا إسلام سياسي بيت بيشتغل حديث أنا راسته يا ديتر بعثت بين يدي الساعة مع السيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي أهي معقولة بيغمبارك دي قوتي نجي بيجي 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 بلا سيدة دي قافي دي برامي دي بيشتغل أف حديث أنا مباوري بيننا تنشيت حكمي المكي هكي تباوري فردو كهابت شألك إذا تتبيجي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هاينجي أزل قلت تعايشة سلميكم بس أوتي تتبيجي والله بقى الجنة تحت ظلال السيوف جي دي إيش دي خطر سن فلا ديش خطر سن بيدين ديش خطر سن يا ديتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام باشا سيدا ديدار نقوت أمرت أن أقاتل كي يدبشت الناس حمي ناس كرم كرم بيجا من في برامي ده بيجا من اف حديثنا راستا بيجا في حديثات دي دجينا راستا بيجا يا خالد بن وليد يجينا راستا بيجا جنة تحت ظلال سيوفنا راستا عزيم شو اتجاهاته السياسي عزيم قال تخبطه سياسي كم اسلام سياسي هنجرعته نا تخو فصلي بخطرنا برا الفيري محمد تيغمبر على خلق عظيمة ام حميش هدك يندن بس شاوي تيغمبري قوتا ازي هاتي مشيري محاضرة داستو برم بيجا نراستا بيجا نادي اف تاريخ نفسي نراستا فصل كي بيخ نابدا خلق تينا قال اسلام سياسي بالضبط كيش كاك زكي والله هيك اسلام سياسي بارستنا شرف وناميسيا والله هكر تعليمه هكر بيجيريا زانكوانا هكر تنميه وعدالته هكر ديمقراطيته هكر بارستنا جيانا روجنا مافان وكاتبه ورزش وهونر وفلسفيه والله محمد بن اسلام سياسي بس بعد باشا بسيارام اوا باسلفي كينا افيد لازم ريتا هاد استوان دا بتا كان دي سيريتا برن با داعش كيا با نصره كيا با طالبان كيا سيدا با وحمي كينا هيدي بجنا وحمي خلتن او دي بجنا هي خلتن وامي تماشكن رايي من فتر جرعتي بلا تخو اسلام سياسيا من رو بلا استنكارا فان كيريا رحمة بك النظا اسلامي دا بلا فصحة في تاريخ هذا ما يبكت اسلام سياسي يا بشت اسمي يا روم قصدت استنكارا كيف كت اسلامات تنترو يا راديكال اواكو سبيت كت
او اكو سرات برد او اكو خلقت سوجت الناف قفص هذا او اكو ناميسا خلقت هتكينت او اكو قدغا اقلياتات كت او اكو شيريب كارتينت هاوان بكل دابوشي دا صبايك من على الاقل الجواته كده بزانت فصله وش وانا هيا دا محاوره كوسا صبي دفاعي شبكت هين ديغا بيجر عدي يعني هاد الاخوة هكر بي بينغو بي بوفيت كواتا كواتا افا بيشكتنا كالقلق مظنة كواتا او حديث او موجة بكري او هكر هافت دي يعني او سيدا اشارة بيداي دي يعني لازم ابو حديثة خوجي ببريك خوجي يعني بيشتن افا راسنين تاك زكي يعني مترسد ايش دي ترسن فالله ترسن اقليات ترسن اديان دي ترسن سيدا وك شخص اوكي بس سيدا هكا راستا او تشتيبي قوتي لازمة ام يا رب لازمة او خلت اموانكن بس ها اوانا استشهادة ذي نصيكا تبليجا او نصا خلتا ما باوري بينينا دا خلقك اشتا باور بكت ان اشتا خبتا قرم بكت خلقك ترسد صبح سيدا دي دار العبرة نت نظري دا تشبيجيت عبرة هندي دا صبح هي اويش حمام سكيتر بسر حكميوك مسلا مار